المهندس طارق محمد كامل وكيل وزارة الإسكان بمحافظة جنوب سيناء ورئيس لجنة تقييم ومعاينة تلفيات خسائر مديرية الأمن إثر انفجارها أمس. ناخد فكرة معاليك عما تم اليوم. الحمد لله رب العالمين، يعني الحادث الإرهابي اللي حصل ده زي ما سيادتك شايف كده، احنا واقفين في مقر الديوان المديرية. ممكن حضرتك توجه الكاميرا كده في بعض التلفيات في الواجهة الرئيسية. تمام. حائط الدروة، في شوية كراكس موجودة اهي. ايوه. في الحائط الفور سيلينج بتاع المدخل ساقط. الأسانسيرات طبعا معطلة واقفة في الطوابق. في تلفيات في الأساس. طبعا جميع أعمال النجارة والألوميتال حصل فصل ما بين الحلق والضلف. الحقيقة فيها تلفيات معظمها في الفينيشنج بتاع المبنى، إنما الحمد لله الهيكل الإنشائي بتاعه تمام بإذن الله، ما فيهوش حاجة. هو بس شوية شروخ كده وتنانين موجودة في دور البدروم، وإن شاء الله سهل علاجها بالتصرير ونعمل لها كنات وكده. وطبعا اللاندسكيب زي ما انت شايف كده والبوابات والحاجات دي، كل ده هنراعيه ان شاء الله في اعمال الترميم والتدعيم. نعرف اعمال السيد حافظ والسيد سكرتير عام بعد تدبير الاعتماد اللازم ان شاء الله. طيب نقول مبدئيا كده يا دكتور، يعني ولو تكلفه تقديريه حتى يعني هتبقى مش هتتعدى، يعني نقول في حدود كام كده؟ يعني مش يعني انا شايف كده مبدئيا، يعني بصفه مبدئيه يعني هتبقى في حدود مليون، يعني حاجه زي كده. في حدود لا مش هتزيد عن مليون يعني اعتقد هذا. بالتوفيق يا فندم. شكرا.